نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج ريفرش، كما عودناكم نقدم لكم تمارين متنوعه، نصائح متعدده زائد نصائح عن التغذيه. طبعا اليوم راح اتكلم عن موضوع جدا مهم اللي هو يعتبر طريقه رفع اللياقه البدنيه. ليش اللياقه البدنيه مهمه بحياتنا؟ لان اي شخص يمارس اي رياضه بالحياه، سواء كمال اجسام، سواء سباحه، سواء طائره، سواء قدم، سواء اي رياضه من الرياضات، لازم تكون لياقته البدنيه عاليه، لان اللياقه البدنيه تعطيك جسم صحي شكل متناسق، زائد اللي هي الراحه النفسيه. بعض الاشخاص طبعا اللي يمارس الرياضه صحيح يرفع لياقته مثلا خلال شهرين او ثلاثه، طبعا لياقته تكون ممتازه، يحس انه خلاص انه هو لياقته وصل حق المرحله المطلوبه، ولكن بالتالي مع الايام خلاص يحوش خمول او يتكسل انه يروح النادي او يمارس الرياضه، فبالتالي يصير عنده دروب باللياقه البدنيه. طبعا اللياقه البدنيه اللي هي تعتبر لازم تعتبر على اساس انك تحافظ عليها، لازم تكون اللي هو مستمر بالرياضه نفسها، تمارس رياضتك بشكل يومي او بشكل مثلا 5 ايام تاخذ لك راحه خلال الاسبوع. احنا عندنا الاسبوع 7 ايام، تمام، تخلي مثلا يومين راحه زائد عندك 5 ايام تمارس الرياضه هذه، بحيث انك تحافظ على لياقتك البدنيه. بعض الاشخاص يهمل الرياضه، فبالتالي لياقته البدنيه يصير نفس ما قلت لك عنده دروب، او مع الايام تقل لياقته البدنيه، فبالتالي يقول لك خلاص انا تعبت ما اقدر اني ارد اللياقه هذه. عندك طبعا الفتره اللي هي تسبب لك نزول باللياقه البدنيه اللي هي شهرين تقريبا، اذا انت خذيت شهرين طبعا متواصلين، انا اكلمك مو شهرين اتمرن من خلالهم، لا، شهرين معناته شهرين متتاليين انك ما تمارس الرياضه، فبالتالي راح تنزل لياقتك البدنيه، راح تحصل على، طبعا انا راح اقول لك اول شيء الاسباب السلبيه اللي هي اذا انت ما حافظت على لياقتك البدنيه شنو يترتب عليها. اول شيء طبعا عندك تزايد بعدد الوزن، راح تشوف شكل الجسم ما راح يكون كالمعتاد اللي انت مثلا تحب تشوفه الشكل المتناسق. عندك القلب او ضخات الدم ما راح يكون عندك ضخ دم بالجسم، فبالتالي راح يؤدي الى كسل بالجسم وخمول. عندك طبعا ما راح كميه الاكل اللي تاكلها او التزامك بالاكل ما راح يكون عندك تلتزم بالاكل الصحي، لان بعض الاشخاص من يدش نادي خلاص يلتزم بالاكل الصحي، فبالتالي لما تلتزم بالنادي او باستمرار التمرين فراح تحافظ على اللي هي اللياقه البدنيه. طبعا الاشياء اللي هي راح توفر لك اياها اللياقه البدنيه، اول شيء ممارسه الرياضه والحفاظ على الاكل، الراحه النفسيه، تناسق الجسم، ثبات الوزن، تخلص من الدهون، زائد عندك اللي هي راح يكون عندك الثقه بالنفس، وتساعدك انك مثلا لما تختار نادي راح تدش مع مجموعات، على سبيل المثال نقول لعبه الكروسفيت، راح تدش مع مجموعه، المجموعه هذه راح تتعرف على اشخاص، راح يكون في حماس بينكم، فبالتالي هذا التفاعل الاجتماعي راح يفيدك وايد باللياقه البدنيه. عندك مثلا تروح النادي يخليك اللي هو ثبت جدول معين، الجدول المعين بمعنى مثلا اقعد الصبح اكل وجبتي، اروح الدوام مثلا اكل سناكي بالدوام، اتغدى مثلا قبل لا اطلع من الدوام، بعد الدوام اروح النادي، ارد البيت اكل وجبتي ايضا، من بعدها ارد البيت اريح احط راسي وانام، فبالتالي راح يساعدك انك تنسق جدولك ويكون تحصل على جسم متناسق، يساعدك على النوم لان الجسم مرهق، فبالتالي ما يحوشك الارق وتبتعد عن الامور هذه. فاحرص انك تحافظ على لياقتك البدنيه على اساس تبتعد ايضا عن الامراض القلبيه، وبالتالي تحصل على جسم ممتاز وثبات بالوزن. واتمنى ان الجميع استفاد من النصائح هذه. تابعونا ان شاء الله بعد الفاصل بتمارين متنوعه.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح اقدم لكم طبعا تمرين اليوم راح يكون عباره تمرين حق اللي هو عضلتين. عندكم طبعا عضله الذراع اللي هي عضله الباي وعضله التراي اللي العضله الاماميه حق الايد والعضله الخلفيه. طبعا معظم الناس يعاني من تراكم الدهون بالمنطقه هذه، فبالتالي على اساس اني احرق الدهون بالمنطقه هذه اركز على التمرين، ولكن مو لازم وزن، لازم انك مثلا تاخذ التمرين بتكرار، خصوصا طبعا اللي هو عندك العضله من الخارج اللي هي عضله التراي، تراكم الدهون فيها صحيح الكارديو او غيره يساعدك انك يحرق لك الدهون، ولكن تحتاج انك تحرك العضله على اساس الدهون المتراكمه عليها يحرق لك اياها. طبعا التمرين الاول جدا سهل، وراح يكون طبعا موجود معي اللي هو سير المقاومه موجود امامي. طبعا راح اثبته بالطريقه هذه، راح اقول لكم طبعا شنو ميزه السير هذا. راح اثبت ايدي بجانب جسمي، طبعا الكوع يكون بجانب الجسم، راح ارفع ايدي بالطريقه هذه من بعدها انزل. طبعا من الامام ممكن ما تبين لكم الزاويه اكثر، ولكن راح ابين لكم اياها من الزاويه الثانيه على اساس تبين معاكم اكثر فاكثر. شوف لاحظ معاي من الزاوية هذه راح تبين معاك. شوف لاحظ معاي من الزاوية هذه الإيد بجانب الجسم، طبعاً الإيد ما قاعد تحرك، فقط اللي قاعد تحرك اللي هي ذراعي، أما الكوع ثابت ما يتحرك، على أساس أحس بالتمرين أكثر فأكثر. بمعنى الكتف ايضا ما يتحرك، ما راح ارفع. طبعا الطريقه الاولى هذه هي الطريقه الصحيحه، بمعنى ان لما ارفع ما راح ارفع بالطريقه هذه، هذه الطريقه الخاطئه. شوف لاحظ معاي بعض الاشخاص ياخذ وزن ثقيل او يلعب التمرين بالطريقه هذه، يحرك ايده، فبالتالي ما راح يستفيد من التمرين بالطريقه الصحيحه. وبعض الاشخاص ايضا ياخذه بالطريقه هذه، سواء اذا كان الدامبلز او السير نفسه. صحيح نوعا ما انت تحس فيه، ولكن هذه الطريقه الصحيحه. على اساس استفيد من التمرين 100%، لا، ثبت ايدك، خلاص ايدي ثابته، من بعدها اصعد. طبعا هذا التمرين الاول، وايضا عندك سير المقاومه ميزته انه اذا كان الوزن تحس انه مثلا عندك خفيف، تقدر انك تصغر السير بالطريقه هذه، انك تصغر تدوس على السير نفسه، ترفع ايدك بالطريقه هذه. شوف لاحظ معاي، طبعا صارت المقاومه اكثر فاكثر، قاعد تشد معاي العضله اكثر. هذا طبعا التمرين الاول. التمرين الثاني راح يكون عباره عن تمرين حق عضله التراي، راح اثبتها خلف جسمي، اثبت ايدي بالطريقه هذه، من بعدها الايد طبعا تكون الى الامام. شوف لاحظ معاي ما تكون بالطريقه هذه، لا، اثبتها بعدين ترفع ايدك الى الاعلى. شوف لاحظ معي طبعا الجزء هذا هو اللي قاعد يتحرك، اللي هي العضله الخلفيه حق الايد، فبالتالي هذا الجزء المستهدف من العضله. حاول طبعا انك تثبت السير خلف ظهرك. شوف لاحظ معي، اخذ الايد الثانيه راح اثبتها بالطريقه هذه، من بعدها الى الاعلى. طبعا هذه الطريقه الصحيحه. الطريقه الخاطئه، بعض الاشخاص لما يلعب التمرين تكون ايده بالطريقه هذه، من بعدها لا، هني انا ما قاعد استهدف العضله اللي هي الخلفيه حق الذراع نفسها، لا، قاعد استهدف اللي هي عضله الكتف. هني قاعد تحرك معاك عضله الكتف، لا، ايدك الى الامام، حاول طبعا انك تكرر التمرين اكثر فاكثر. وعندك ايضا الطريقه الثانيه، تقدر انك تاخذها بالطريقه هذه، تاخذ الايدين مع بعض تثبته بالطريقه هذه، من بعدها ترفع. شوف حاول لما ترفع ايدك ما تفتح ايدك بالكامل، لا، حاول انك تثبتها بالطريقه هذه. طبعا طبيعي لما ترفع ايدك الى الاعلى نوعا ما راح
تفتح وياك شوية على أساس تقدر أنك ترفع يدك بالكامل. طبعاً بهالتمرينين أكون بينت لكم اللي هو تحريك العضلة الأمامية حق الذراع والخلفية. حاول أنك تركز تمرينك أكثر فأكثر. سير المقاومة تأخذه معك أياً كان، أي مكان وانت شافه، ما يأخذ حجم سواء سافرت أو ممشى أو غيره، وأيضاً يشد لك العصب. فأتمنى أن الجميع استفاد من تمريننا إن شاء الله اليوم. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.